كرة القدم لعبة فوضوية للغاية، أكيد ممكن نتفق أو نختلف على ده. الزمالك تعاقد مع السويسري فريد شميد لتولي مسؤولية قطاع الناشئين. طب وهو إيه العلاقة؟ شميد ألف كتاب في 2011 اسمه المنظور المنهجي للفوضى وعمليات التنظيم الذاتي في كرة القدم. كلام كبير شوية بس ما تخافش، هنبسطهولك. الكتاب مكون من 177 صفحة، حاولنا نختصره لكم عشان نشوف فعلاً هل كرة القدم فيها ثوابت ولا هي لعبة فوضوية؟ الكتاب اتكلم عن عناصر كرة القدم والتناقضات في أساس اللعبة، اللاعبين والمدربين والأرقام وكمان القرارات. البداية مع اللاعبين اللي هم عصب اللعبة. كم مرة سمعت حوار للاعب وما استفدتش منه بشيء، ودايما بتشوف إن كلامه مكرر بكل اللغات، زي هدفنا المكسب أو مش مهم مين يسجل، وطبعا الجملة الخالدة المهم التلاتة بونت. شميد يشوف إن اللاعبين ممكن يكونوا بارعين على أرض الملعب، لكن خارج المستطيل الأخضر قليل لما هتلاقي لاعبين بيجيدوا التعامل مع الإعلام والتصريحات. شميد حذر من نتيجة تعاملات اللاعبين مع الإعلام، لكن على النقيض ذكر مثل فيليب لام قائد بايرن ميونخ السابق لما انتقد سياسة النادي التعاقدية، وكمان انتقد مدربه فان جال بسبب طريقة تعامله. ورغم إنه عوقب بغرامة قياسية وقتها، إلا إن النتائج اتحسنت بشكل واضح. كل فريق محتاج قائد زي لام. نروح للمدربين. في 2008 وخلال مؤتمر صحفي لأوتو ريهاج للمدرب المتوج بيورو 2004 مع اليونان، قال إن المدربين اتحسنوا لكن اللعبة ما اتغيرتش، واستدل على ده إن مقاس الملعب واحد وإننا لسه بنلعب الركنيات من نفس المكان. بعدها مباشرة رد عليه يورجن كلوب اللي أصغر منه ب 29 سنة وقال اللعبة اتغيرت، حاجات كتير بتحصل، يجب على المدربين مواصلة التعلم. شميد طرح المثالين دول في تساؤل، هل فعلا اللعبة اتغيرت ولا لا؟ وبما ان الارقام بقت جزء اساسي من اللعبة، فعندنا مثالين متضادين. مارسيلو بيلسا الملقب بالمجنون في كاس العالم 2010 وهو مدرب لتشيلي سافر ومعاه 7000 فيديو تحليلي، والنتيجة انه مكسبش كاس العالم وخرج من دور الستاشر. يعني كده الارقام مش مهمة؟ شميد ما قالش كده، وفي المقابل عرض تجربة أرسن فينجر المدرب التاريخي الأرسنال اللي استفاد من الأرقام وطور أداء الفريق، بل ووصل لأنه يكون له رأي في تصميم ملعب الإمارات وصولا لشكل الترابيزة اللي في مقر التدريبات، وكل ده بفضل العلم. تناقض جديد طرح تساؤل جديد، نتيجته أن الأرقام مهمة جدا في حالة استخدامها بشكل صحيح. أخيرا بقى، هل ممكن تكرر نفس الشيء في الكورة؟ في كأس ألمانيا 2007 مدرب نورنبرج عمل تغيير في الدقيقة 119 في نص النهائي، وأشرك الحارس اللي تصدر ركلتين ترجيح وتأهل فريقه بعد ما كان قبلها صد 4 في ربع النهائي. بعد الماتش اتسأل المدرب هل هتكرر الأمر تاني؟ فكان رده مفيش أكيد في الكورة، أكيد الوضع هيختلف لو غيرت التلات لاعبين قبل الدقيقة 70. يعني القرار الصح في وقت ما مش بالضرورة يكون صح لو اتغير الوقت والظروف. الصدفة والفوضى هتفضل موجودة في كرة القدم، عشان كده هنفضل نحبها زي ما هي. ده كان ملخص فكر فريد شميد في كتابه، واللي غالباً هيحاول تطبيقه مع ناشئ الزمالك.